عيد على مشاهدين، مبروك العيد على صاحب الفطور أسامة بكتر مازي إلهام وعزيز عاطف تابعونا. السلام عليكم ومرحبا بكم في توك شو رمضاني اليومي والمباشر الساعة قبل الفطور. اليوم ختامه مسك، اليوم آخر نهار في رمضان، واليوم وغدا عفوا العيد إن شاء الله، عيد الفطر بإذن الله. كنبغيو نباركوا لصاحب الجلالة نصره الله الملك محمد السادس، جميع المغاربة ولكاع الأمة الإسلامية بهاد العواشر هذه. اليوم وجدنا لكم بزاف ديال المفاجآت، بزاف ديال الطرائف، بزاف ديال المقالب، وشي حاجات أي وقعوا اللي حنا براسنا ما فرصناش أنها غادي توقع. خليكم معنا إذن، ونقدم لكم كالعادة المنشطين اللي كيرافقوني في تنشيط الحلقة ديال ساعة قبل الفطور، وهذه الحلقة الأخيرة ديال هذا الموسم. معنا دكتور ناجي الأمجد. شكرا أسامة، مساء الخير سادة المشاهدين. كنت غادي نقول ربما، ولكن غدا إن شاء الله الجائزة الكبرى جائزة العيد، بعد ما البارح قلت لكم راه عندي الشك وعندي حدس كبير أنه غادي تكون حتى الغدا. ولكن دكتور ناجي اسمح لي قطعت لك الكلمة. معليش، ما غاديش نقطع لك الكلمة، ما نقدرش نقطع لك الكلمة. لا، خذ راحتك اليوم. بارك الله فيك. داك الشك ديالك فيه شويه ديال الشك، لانه نعم. قلتي لنا 80 90% العيد ثلاث. هو كان يعني الحساب الفلكي كان الهلال غادي يخلق، ولكن باش يكون بالرؤيه المجرده بالعين المجرده ما كانش يمكن، كان يمكن في البرازيل واحد الجزء منها، ولهذا خلينا واحد الاحتمال ديال 5 حتى 10% انه ممكن يتشاف. فهذا علاش انا كنت ما باغيش نحسم. والحمد لله الرؤيه المغاربه دائما رائعه جدا، والنسبه ديال الخطا قليله قليله جدا. الحمد لله والشكر لله. النسبه ديال الخطا ديالها قليله وعزيزه علينا بزاف يا إلهام وعزيز. مساء الخير أسامة، عيد مبارك سعيد علينا الجميع كاملين، عيد مبارك سعيد على جميع المغاربه اللي كيتابعونا داخل المغرب وخارجه، وكنتمنى هذا العيد ان شاء الله يكون عيد امن وسلام على الامه العربيه كلها باذن الله. كيفاش كدوزي العيد إلهام؟ وفين كدوزي؟ العائله غدا ان شاء الله غادي نمشي لدارنا، عمامي كاملين مجموعين، بابا امي العائله كلها. اشكون توحشتيهم ضروري؟ اكيد طبعا، خصوصا ان كلنا كنعيشوا بعاد على بعضياتنا، وهذه مناسبه كنتجمعوا فيها كاملين. كنتمناو انكم تكونوا توحشتوه كذلك. هو محمد عاطر. يا والعيد غدا برافو عليكم محمد عطير، معنا الفرقة والمجموعة المحبوبة والمتألقة والمشهورة عالميا عبيدات الرما، تصفيق عليهم. مبروك عواشركم، مبروك عيدكم. الله يبارك فيك سيد أسامة، وعيد مبارك سعيد على الأمة الإسلامية والمغرب كامل وصاحب الجلالة وسكان المغرب سواء كانوا داخل أرض الوطن أو خارج الوطن. كنقول لهم عيد مبارك سعيد بالصحة والسلام والأمن والأمان. مرحبا. يا سلام، هذه تحية كبيرة. يا سلام، تحية كبيرة من قلب عبيدة الرما وخريف قال الجمهور اللي كيشاهدنا عبر قناة ميدي ان. وكنقولوا عواشر مبروكة، ورحنا ناشطين معكم هذه الليلة هذه إن شاء الله. مازال النشاط يلاه بدا، هذه البداية ومازال إذا معنا رضوان ومعنا سي محمد من عبيدة الرما. واش أنتم عبيدة الرما الحقيقيين؟ كاين الحقيقيين وكاين عبيدة الرما فيهم حقيقيين وفيهم شوف نتوما حيت بزاف ديال الفراقين ديال المجموعات كيسميو راسهم شي حاجه الرما. ما كنقولوش عبيدة الرما الحقيقيين ولا الاصليين، زعما دابا ميطاسيون اوريجينال ميد ان ساينا. حنا عبيدة الرما عندنا التراث ديال جدودنا، وهذاك الشيء واخذينه عند جدودنا كنقدموه، وكنتمناو اننا نكونوا ديما
زوينين والناس يقبلوا علينا وكيقولوا لنا تبارك الله عليكم. هذا هو الحمد لله حتى العمل حتى العمل ديالنا هو اللي كيخليك مميز على الفرق الاخرين. هذا الشيء اللي كيخلي الانسان كي تعرف على المعنى ديال عبيدة الرمى، انهم عبيد الرمى ديال كرمي وكرمي وشي حاجه الرومات. الرومات الناس ديال القنص الكسيدة. كانوا كيكونوا معاهم هاد الناس ديال الرمى ديال القوال القوال والبنادر كيبقاو كيمشيو معاهم، هما اللي كيبحال كيوجدوا لهم الطرائد ديالهم ديال اللي غيضربوا مثلا الحجال ولا شي حاجه، هما اللي كيديروا وميطوم اللي كيبغيو يفرحوا ويبغيو ينشطوا في الليل كينشطوهم العبيدات ديالهم. هما كيديروا شويه النشاط شويه ترفيه. عده اسامي قبل ما يكونوا عبيدات الرمى، كانوا عندهم اسامي خدام المخزن، الحياحة، مضحكون حيت مضحكون مرح مع عبيدات ديال القجمة. الناس ديال القجمة لانهم كيديروا الحياحة وفي الليل كيديروا الوليمة وكيديروا ينشطوا على ديك الزردة اللي هما ما كانوش السبيساليتي ديالكم الماكلة واي الافراح والغناء بطبيعة الحال. اي حاجة اي حاجة راه شي ايجابي اللي كليكم ماشي كلهم ما هو لا بقى لي كان مرطوب قول لهم ضربوا. بغيت نسولكم هما كانوش ما كانوش عبيد بقدر ما هما مؤنسين، يعني رفقة كيخرجوا مع الصيادة. هما الاسم ديالهم كما قال الدكتور هما اشخاص مرافقين للصيادة كيقوموا بعملية التحياح ويهيجوا الوحش باش يكون سهل الطريدة بالنسبة للصياد. وفي الليل كتكون هذيك الامسيه اللي كيمثلوا فيها المصرع كيديروا فيها البهلوان كيديروا فيها كان شكل فرجاوي يعني كيخرجوا للقنص وفي الليل كيحتفلوا بداك الصيد وبداك الطرائد اللي خداو كياكلوها هي وكيوكلوا القبائل اللي معاهم. فكان نوع من الفرجه متنفس يعني اللي يمكن نفتخروا به على اساس انه خاص تعاد كثير من يعني تعاد نظاف كثير من الاشياء اللي الان كتقوموا بها. الحمد لله اننا واش هي ديال عبيده الرمى او غيرها. نعاودوا نهضروا ان شاء الله. شنو هي الطقوس ديالكم في العيد؟ والعيد كما قالت الفنانه ديالنا العيد ضروري كتجتمع العائله، نمشيو عند الوالدين ديالنا نتلاقاو مع الاحباب نتلاقاو مع اصحابنا وزيارة الأحباب كما قالت ساعه طير تزور الوالدين باش تبقى معاهم زوين. فعلا هذا هو مش كتعرف مزيان عبيدة الرمى. هادو عزازين عليا انا عزازين بزاف المجموعات، ولكن بين هادو مميزين وكيخدموا مزيان تبارك الله على جميع الفرق اللي كتشتغل على هذا اللون من التراث الشعبي. وربما راه قلتي لي قبيله شي ما عرفتش شي حاجه جايبه ليا حتى انت راه عزيز عليك هذا الشيء. لا اليوم اي حاجه تقدر توقع. اليوم اي حاجه تقدر توقع. لا اليوم غير باش نحطوا مشاهدينا في الصوره عندنا بزاف ديال المفاجات. توقع المفاجات من اي واحد فينا وتوقعوا المفاجات في اي لحظه. بقاو معنا هذه الحلقه. انا بعدا قلت لهم امبريميو لي الكوندكتور شنو امبريميو في والو انا براسي ما عرفتش شنو غادي يوقع. لا ولكن كنحييك اخويا عطير لانك انت يا بالنسبه ليا شاب وفنان ومثقف وقاري و المهم فيك بزاف ديال الحاجات والميزات الزوينه. اسامه عنده واحد الحاجه اللي انت ما شايفهاش، شايفها غير انا. شنو عنده انت شايفه وانا ما شايفوش؟ واحد الملف عندي نجبدو. مرحبا نشوفوا ليكيب. شوف هذا هو خاطر كان انيق وكان رسمي وكانت البراءة فيه كان عيني زرقين وسبحان الله كتبان فطري بزاف كتبان بريء الحمد لله. شو التحسين ديال اش من عام هادي عاطر؟ هادي اظن 87 تبارك الله ما شاء الله. كتقرا 87 قيلة سنة واش سينكيام اني اظن تبارك الله سنة رابعة بحال كاتريام اني ولا سينكيام اني. باش ما يحش براسو بوحدو اللي عنده ملف، عندي ملف اخر عاود. اذا وليتي محكمة محكمة متنقية. نشوفوا لا غيجي مع الهام. عندي لها كذلك. حصلوا اش كنتي ديري بهذا الجبل؟ عقلتي على هادو بارك هذا البارك بارك ديال السندباد ديال شحال السندباد ديال الثمانينات. لا لا عادي في سيدي حرازم سيدي حرازم هذه البطه غتكون ماتت عادي. شنو انا غنقول لكم منين جابها غالبا غتكون جبتها من شي مصور فاتحت حنا كنا في سيدي حرازم في هادي.
وعندي كذلك لا ما تقولهاش لا ما تقولهاش انا نكمل لا الله يحفظك انا مزاوج ما يعني ما خطرش على البال تكون كنتي شربتي الماء طيب شارب الماء طيب السادة المشاهدين هاد الصور بغيناها تدخل الفرحة والبهجة علينا لأن لحظة عيد ولا بد ما نضحكوا ولا بد ما نبسطوا إن شاء الله مسامة كانوا الحلقة دايرين إضراب راه مازال دايرين إضراب مازال دايرين إضراب لا هذه في 2004 في البيت ديالي في المنزل ديالي مع الدار في 2004 شارب الدواء هذيك الساعة لا لا وقيلا يلا فايق ولا يلا ولا يلا الناس الله يرقد هذيك الساعة الله يرقد هنايا كان شويه الكوب افرو كنا كنديروا شويه الموسيقى روك وداك الشيء لا باينه فيك كانت عندك صوابق يلا ندوزو كمل السي اسامه بارك الله فيك شنو بغيتي تقولي لنا؟ نعطيكم هذيك الصوره واحد الحاجه من بعد عنده عاود مفاجاه اخرى لا باقي كل شيء عزاله مرحبا يلا لا واسر هذه هاد الصوره كنت باقا صغيره كان جدي سالم الله يرحمه كيدينا لسيدي حرازم كل صيف كان كيجي مول لاباني كيبقى مقدس ما كيقدرش يقول لي لا مول كيبيع لاباني وجدي مسكين ما كيقدرش يقول لي لا ولا كيجلس بعيد وكيهز الحجر ولا كيقول لي جيتي هنا غنشير غنقر عليك نرجعوا عند مجموعه عبيده طرما حاضرين معنا لايف مباشره من بلاطو الرباط ديال ميدي ان تي في في ساعه قبل الفطور اخر حلقه في هذا الموسم انتم كتركزوا على القرايه قريتوا عندكم القرايه مهمه بطبيعه الحال كل الاخوان كاملين عندنا كانت البدايه هي الدراسه عادش من بعد جا الفن من بعد النصوص اللي كتشتغلوا عليها او الكلمات اللي كترددوها واش كتاخذوها من المنابع ديالها وكتمشيو عند موثقين وعند باحثين في التراث ولا كتبدعوها لا كاين شي اغاني اللونين وهذا كنا كنمشيو عند الناس كنديروا اجتماعات مع الناس عبيده طرما قدام وهذا كنا ناخذوا من عندهم النصوص اللي قدام وهذا وكنحاولوا نعاودهم بالطريقه ديالنا ومن بعد كيجوا اغاني اللي كيعاصروا هذا الوقت هذا اللي كتكون الكتابه ديالنا وتعاملنا مع الزجالين اللي كتبوا لنا غير للامانه انا رانا سجلت معاهم البرنامج ديال ريحه الدوار في المنطقه ديال الكفاف وكانوا هما لاصقين بجذورهم يعني الناس اللي ما كينسرخوش على الجذور ديالهم هذول اللي كيعطيهم قوه انهم كيجيبوا الاشياء من المعين ديالها من البلاصه ديالها وكي عندهم صله مع الرجاله الكبار اللي باقيين كيحتفظوا بالتراث الشفهي اللي كان وهذا هو سر قوه هذه المجموعه واحد اسامه الا سمحتي واحد الاله كنعرفوها ديال المقص ومهرس اش كتعني هذيك بالنسبه لكم؟ هو المقص هو دلاله على ديال الدزازه انا كان كيقوموا به الدزازه الكرما وهذا كيدوزوا به البهايم وهذا وعلاش قطعوه غير على حساب هذاك الرنه ديالو انك تعطي واحد الرنه جميله الا تقطع عليها هذاك الراس غنذكركم بواحد المساله كانوا كيصيدوا الغزال والغزال كان موجود في المغرب فكانوا كيستعملوا المقص باش لما كيبغيو يفصلوا وهذا لان الجلد ديال الغزال كان كيستعمل عرفتوا فاش في الرقعة يعني فاش تيكتبوا عليه رق الغزال كان غالي ثمنه فهما كان كياخذوه باش يدخلوه للمدن يشتغلوا بالنسبه لعبيده الرماد مازالك شويه وتولي مع عبيده الرماد لا معليش لا تبارك الله المهم هادشي وانا كيعجبني انسان يكون عارف عبيده الرماد من غير الغنى كي دابا كيعرف غير الغنى ديال عبيده الرماد هي ثقافه في الزاف هي ثقافه دابا الاله ديال المقص تقريبا ملي كنسافروا تكون عندنا خارج ارض الوطن هذاك الاله بوحدها تيبقاو تعجبوا فيها لان مثلا البندير او طاريجه او هذا معروف يعني معروفين ولكن هذيك الاله المقص هذيك الاله العجيبه اللي كيقولوا ما كتجيش صحابكم كتوليو حجامه ما كيفاش كاين هذا هو الغرض ديالي ومن اللي كنشوفها في الموسيقى بان هي ديك الصامبل فعلا الصامبل اللي كاين دابا الصامبل ديال لاباتري وديك وشنو المناسبات اللي كتلعبوا فيها؟ جميع المناسبات جميع الافراح جميع المناسبات جميع الافراح جميع الافراح مناسبات كاين غير سعيده الهام تعاوني معايا على هذا الرجل غتبغيهم ياك لاباس ساطر غتبغيهم انت لواحد المناسبه رائعه المهم حنا راه خازنين لكداش سير كنوجدوا ليك مرحبا قلتي افراح حنا بغينا كتكون بارك الله فيك الله يخليك دائما فرحان راه الاشاره سيدي قولوا لي عنده اسبوع اسامه عرفا عرفا انتم راه دايرين هنا شي عام هكا كل عام عرفا من مرحبا اللي قال استعاطير ولا لا الهام مرحبا سيدي الله يسلمك المهم لي زافير كنديسكيتوهم في المائده من دابا شويه فهمتيني مرحبا مرحبا عطير تبارك الله عليك في ريحه الدوار ان شاء الله كل نهار السبت على اي ام اف انا كنحيي
لجميع الاخوان اللي كيساعدوا على ان هذاك البرنامج يكون في هذيك الحله اللي كل شيء كتعجب الناس. واحيي الزميلين والاصدقاء ديالي في ام اف ام، الاخ خالد نزار والهام زيدو حيه، والمونتور الصغير اللي كيمونطي هذاك البرنامج الاخ محمد عادل الذي اعزه واحد المعزه كبيره كبيره مونتور جدا. صغير يعني ماشي كذاب، ماشي كذاب، اب ام او ان ماشي والله يعطيك الستر. يلا تحيه لهم. الهام وعزيز ان شاء الله نشوفك في ارقى الاعمال الفنيه والسينمائيه. دكتور ناجي الامجاد قريبا مع عبيده طرماشا. لا ندوزو دابا لواحد لا سيكونس اللي صراحه ما عرفتش شنو فيها، ربما مفاجاه ليا ليكم ولينا، نتفرجوا فيها. هاي هاي، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجنا الرائع والمثير ساق بالفطور. المثير خيبه مع اسامه. المثير خيبه هذا، قولوا شي حاجه اخرى. على اثير المثير، مرحبا بكم. هذا بغويطاج خيب. صورني اليوم انا ما لابساش الطالون، تنبان قصيره محشومه عليك. لابسه البلان اليوم عاد هو رشقات ليه صورني نبيل حيت عزا لي صورات. فضحك الله. انت سير ميدي امين ميدي اشير انا فين كيبان حمزه، انا فين كيبان حمزه كيدق على الدور ويهرب. انسبيرا من دق على الدور ويهرب جا داير هذيك من دار لدار. غادي يدير الناجي وي وي الناجي وي سايما انت 17 وحده كتصاوب الالهام. حيت انت ما كتشتيني علاش كنكون مزربانه الفوق. حيت نبيل ما تطلقنيش دغيا. إيمانه هنا وما بقاش بسطامو، ما بقاش بسطامو من بل هنا ماش عاد شحال كاين حبس هنا شكون اللي دا بسطامو. أسجدنا احنا على طبيعتنا ما كنخبيو عليكم والو، كلشي شتو الكواليس طرائف. كتعاود نكاش دكتور ناجي الامجاد ولمالا؟ كيف جاكم هاد الاجواء ديال الكواليس ديالنا؟ يا سلام، هذاك الشيء عائلي الحمد لله، كيبان بان هذاك الشيء راه كاين الاخوه، كاين التفاهم، وهذا هو اللي خلى البرنامج انه يكون ناجح 100%. نعم. مرحبا مرحبا عاطر، انت ديما ناشط، اي ضيف ولا ضيفه جات ناشط معاه وكتغني معاه. الحمد لله وتوصل حتى لحاله السكر بالفرحه. وغدا هذيك ميدي انتي ما كاين مع القص. على اي اضحك الله سنك، يعني دائما كتضحكنا ودائما كتزول علينا ذاك القلق اللي كنكونوا عايشينه قبل البث المباشر، وهذا الشيء لا يلغي شخصك وقيمتك وفكرك وموسوعيتك. انا كنقول انا اكن لك الاحترام الكبير وماشي دابا، وانت نقطه ضوء حقيقيه ديال هذا البرنامج. وحنا هذا الجو العائلي هو اللي خلانا اننا نوصلوا لقلوب الناس، نتمنوا اننا نكونوا دائما عند حسن ظن الناس. ولكن نوصلوا لقلوبهم ماشي بهذا الشكل. حسبي الله عليك، حسبي الله عليك يا نبي، انا الشيء اللي درتي لي هنا. اذا كنطلبوا من الناس اللي كيتفرجوا فينا انه يعطيونا الاراء ديالهم والاقتراحات ديالهم والتعليقات ديالهم على هذه الكواليس، على كل ما عجبهم او ما عجبهمش، المهم يكون داكشي شويه بناء وزويون. عطيونا التعليقات ديالكم والاراء ديالكم على مواقع ديال التواصل الاجتماعي، تويتر، فيسبوك، وتميديان تي في بوان كوم. كيدوز شكون كيدوز حدا كاميرا؟ شكون كيدوز حدا كاميرا؟ شوف غير رشيد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. رشيد تقبيه
والله تا اسامه بن جلون هذا تا الله يهديك حمزه الفيلال يا صاحبي هو كيتشابه مع اسامه بن جلون شويه. لا شوف كاين واحد منشط في ميديا اللي عينيه زرقين هو اللي دخل الزروقيه الميديا هو اسامه بن جلون سالينا صاحبي ودو نتاكلوا هذا شي فرنساوي انا سبحان الله طاليس هذا واقيلا طاليس طاليس فاليس كيشبه لعب العالي اش كاين صورك معاه اضرب لينا معاه يلا سير مرحبا خويا رشيد رفيق مرحبا بك شويه باش تبان حاول تبان زاعم عليا انت سير انا لعيبك عارفك شحال هادي لا تيب كيش مشكل كيديروها رشيد رافيع كيديروها ياك لا تيب بلاتي عبد العزيز كيديروها انا عندي انا عندي راه ديك الواعره بلاتي سير هذا عطير هاك هذوك كيديروا بحالك طاليس ورشيد رافيع صورني انا صورني انا غادي نديروا سيلفي سيلفي بحال لا لا عطيه نديروا سيلفي بحال هكا التليفون جاسي عطيه تصور معنا شنو الدازيز غادي مباشره انا عندك راه الميكان صاحبي ماشي بان صاحبي زعما فهمتي انا واعر باش ندوروا واعر والواعر ديالي هذا سبوستي وما دير ديرها وقفه ديرها وقفه ديرها وقفه هي دينا غادي سبوستي ولا شي اييه عرفتي عطيه بحال المدير اللي تيكون مع الدراري غيتصوروا تبارك الله عليك بالله هذا كتبان انيق بارك الله فيك دابا شوف دابا دينا السيلفي مع معاك انت وخصنا نبغيو دابا هادو شي سيلفي استاذ الله يجازيك بخير سريولي ولا زوينه زوينه دابا عبد العالي المهار ورشيد رفيق مرحبا بكم شنو بغيتوا كيفاش سير 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 انا نعاونوك شويه عادي سير كمل انت كمل خدمتك واحنا معاك واخا نحاولوا نحاولوا مرحبا بكم نتلاقى مع عبد العالي المهار ومع رشيد رفيق من دابا شويه خليكم معنا استراحه فاصل ومن بعد من بعد نضربوا من بعد انايا من بعد الفاصل راكم عارفين شنو كنديروا من بعد الفاصل نواصل يلا نواصل دابا شويه مرحبا بكم من جديد في الجزء الثاني من طولشو رمضان اليومي والمباشر ساعة قبل الفطور اليوم الحلقة الأخيرة ديال هذا الموسم ديال رمضان 1435 مرحبا بكم وألف مرحبا ورمضان مبارك وعيدكم مبارك مبروك عواشركم لكاع المغاربة والمغاربة اللي كيتفرجوا فينا داخل وخارج أرض الوطن معنا دائما دكتور عطير معنا دائما دكتور نجي الأمجد ومعنا كذلك إلهام وعزيز والتحق بين واحد الضيف اللي كتعرفوه وتشهر في هذا رمضان في ساعة قبل الفطور وبالضبط في الفقره ديال العطير اللي هي صوت الفيلاج معنا حسن من صوت الفيلاج مرحبا بك اخويا حسن بارك الله فيك مرحبا مبروك عواشرك مبروك عيدك الله يبارك فيك صافا كي داير صافا الحمد لله بخير دولينا على التصوير ديال صوت الفيلاج كيفاش داز كيفاش جات عندك ليكيب كيفاش كانوا كيسولوك كيفاش كنتي كتجاوبهم الى اخره اول مره فجيت عندي ليكيب جات عندي القهوه وداك الشيء تغداو هادشي وقال لي سيدي عابد شنو فيه وهادي قلت له سيدي عابد مزيان قال لي الدراري يمكن حنا بغينا نصوروا فيه شي حاجه وهادي وهادي قلت له ممكن ماشي بعيد تصور هادي قال لي نمشيو معاك نشوفوا هادي نشوفوا شويه في البحر شويه هادي فنصوروا فين هادي قلت له مرحبا مشينا شفنا شفنا عجبهم داك الشيء قال لي راه نصوروا قلت له ماشي توكلتوا على الله توكلنا على الله صور داك الشيء مزيان ولكن انت يا حسن شنو هي القصه ديالك مع الحوت؟ كيبان شويه انت كتجاوب على كاع الاسئله كاع القضايا ديال العالم والوطنيه وكتهضر على الحوش ولا كتقضي شي حاجه بالحوش ضروري يا قهوه خدمت عندي حرفه ديالي اللي كنخدمها الشوايه ضروري الشوايه ضروري الشوايه الصيف ضروري كنذكر ان الصديق ديالك بوشعيب بوشعيب اللي تشهر ولقبناه باحسن كوميدي في المغرب علاش لا بوشعيب كان يكون حاضر معنا ولكن وقعوا عليه شي ظروف اللي تعذر عليه من بعد انه يحضر معنا هنايا في بلاطو كنسلموا عليه وكنسلموا على كاع الناس اللي شاركوا في صوت الفيلاج صوت الفيلاج شنو ممكن نطرح كسؤال لحسن عطير حسن دابا انت وليتي معروف مابقاوش كيبيعوا هذوك الاخرين الحوت كتبيعوا حتى الاول انا ديما الاول بسعد الحرفه والشوايه ديما الاول ديما ولكن مع الاول مع الشهره دابا كثر عاوتاني كثر دابا كليان اخر عاوتاني كليان جديد عاوتاني مع ساعه قبل كليان ديال كليان ساعه قبل الفطور جديد عاوتاني دابا زوين داك الشيء دابا وليتي معروف معروف شنو كيقولوا لك الناس حسن كيقول لك شفناك في التلفاز شفناك في ميدي ان ولا تاعت الاصدقاء كاع معاك حتى في الداخله تيقول لي شحال مشناك واحد 10 سنين كاين عادي شحال مشناك حسن يلاه شفناك دابا في الساعه وتيسلموا عليه صافا بخير داك الشيء راه عجبنا زوين عادي حسن ما عيطش لك شي واحد كان يتهالك الفلوس كنت يغابر عليه لا وتقول ما عنديش كريدي كاع الا دي لا الحمد لله ما كيجوش الناس يتصوروا معاك واحد مره شو حسن حسن عاق علينا مره واحد ما نكذبش عليك مره واحد طلعت انا مثلا ما طلعش بزاف عند واحد السويقه تاع الحوت طلعت و تيقول لي مريح مع اخ ديالي تيبيع شي الحوت و تيقول لي انت هو اللي كتجي الساعه قبل الفطور
شفت سعيد قلت له اي هو يقول لي اجي اجي نتصور معاك تصورت معاه باش نقول له لا تصورت معاه حسن خويا دولينا على دولينا على ابو شعيب كي داير هو كي تعصب كي تنرفز ابو شعيب دغيا تيشدوا الكريمز مع دغيا كيشدوا راني راه شو كيشدوا؟ دغيا يشدوا العصب بزاف تيكون داوي عاد تي شنو هو هكاك ما عندي ولكن فكاهي شويه هو فكاهي راجل مو بسيط وخا عصب راجل مو بسيط ماشي زعما تيقول لك شي حاجه تكعيك شي حاجه تنشطك عاوتاني تضحك اكثر شنو هي الحاجه اللي عجبتك؟ الحاجه اللي عجبتك في هذا الشيء اللي داز ديال الفيلاج شي حاجه اللي عجبتني بزاف مزيان تمنيتي انك دير حتى احسن منها واه عجبوني بزاف ديال الحوايج نقدر ندير منهم بزايد شي حاجه كاين اللي ما تشناها عاد قلنا كل درناها اكثر من هذه واللي عجبت الناس تم اللي عجبت الناس في سيدي عبد بزاف ديال الاجوبه اللي عجباتهم بزاف ديال السؤال اللي عجبوهم كنرد عليهم اللي عجبهم تيقول لي هذه مزيانه هذه مزيانه ولكن تبارك الله عليكم انتم كيفاش الحمد لله زعما عندكم واحد الثقافه عامه زوينه اي سؤال اي موضوع عندكم جواب عليه مثلا نقدر نسولك على شي قضيه شي موضوع تعطيني الراي ديالك فيها ربما انك تعرف دكتور ناجي شنو كتعرف على صندوق المقاصه اللي دار ضجه في المغرب صندوق المقاصه نقدر نقول لك نعرف ليه بزاف وما نعرفش ليه بزاف صندوق المقاصه يعني تيدير شي حاجه تيقولوا تيخلص علينا شي حوايج بحال تنقول البوطه تيخلص شي حوايج اللي هما مدايرين ما كنعرفهمش حنا كاع ما تعرفهمش المواطن داك صندوق المقاصه يعني تيوفر لهم واحد القضية أخرى عاوتاني وهي تعميم المعلومة على المواطن شنو سمعتي عليها؟ ما تصعبش عليه عاوتاني صافي هذه الأخرى المعلومة لا نسولك على الفيسبوك حسن كيفاش كيجيك الفيسبوك انترنت يعني هادشي ديال زعما مواقع درتي كتكسكس درتي شي تيخدم به وشي ما تيخدمش به شي تيلعب به كاينة خاص الانسان هذاك فيسبوك اللي تخليه خاصو يخدم به يوصل لشي حاجه اللي هي ما باغيش يوصل يشوفها مزيان يشوف شي حوايج مزيانين هذه ماشي غير يدخل فيسبوك ولا داخل فيسبوك عادي غادي يخربق سيستم واخا السردين اللي كتقدم للناس واش هو من اجود الانواع؟ ماشي السردين فيه شي حاجه اللي ما كايناش في الاسماك كامله كاينه فيه هو الصومو عجيب ماشي ما كياكلوش هادو لاباس عليهم الصومو ميكا 3 الاوميغا 3 كتقولها للزبائن ديالك كتقول لهم هاد الفوائد اللي 16 معايا وبغى نقول لي شي حاجه عليه نقول لي اللي ما غادي باغي غير ياكل ويتغدى ويزرى ما غادي دابا السرديب احسن من الكروفيت غادي نجي عندك واحد الشوايع جاي ان شاء الله من بعد الفطور اليوم نتلاقاو تماك على سلا ولا غدا المهم غادي نباركوا لكم في العواشر مباشره عندكم شكرا بزاف سلم لينا على الناس ديال الدوار الناس ديال الحومه والاصدقاء ديالك وحتى العائله ديالك شكرا بزاف حسن كان معنا غادي نتفرجوا في البيست اوف ديال صوت الفيلاج في دوار واحد كيعيش سيدي عابد حسن طيب تصرمي ما فهمتيش انا بعدا واش عايش شويه هذا كنجيو منكدي المهمتي عندهم رايهم وصوتهم في كاع اللي جرى هذا العام والله يخلي لنا دوارنا الكره عندنا حالتها حاله شحال هذه ما شلنا والو من غير الراجا حسن ابو شعيب عارفين مزيان علاش انا مشى لي واحد الحماس مشى لي مع الراجا علاش كنشوف الوليدات كيلعبوا ولعبوا مع الفرقات ديال برا وعجبوني مع البرازيل وعجبوني مع ديك هولندا ملي ساروا البيوت يخبطوا في مراكش صافي والطوموبيلات غادي نحنا والدراري الصغاريت والعلامات والكاميات وانا راه عندي الكروسه مشيت راكب دزناش النبع ارمينيخ مع الراجا مزيان عالميه عاوتاني خلي تطوان تايا نشوفوا وتبان تايا تطوان تبان العالم كانه تطوان راه تا هو فريق عالمي علاش واحد لاعب تنوض تعطيه الحمر شتى تعطيه الحمراء ولا تعطيه الصيفر تقول يخرج اللعاب الزوين يخرج وتجيب لي واحد لابس قموجه دخليه غايلعب مع هولندا عيبت له المدربين دير فلوس جيب فلوس ها الفلوس وصافي خاسرين خاويين دقيقه قال لي البيت السلام عليك هز العلاف والله يوصلهم بخير وحنا لاويك بغينا نتلاقى مع الريال كيف تلاقات الراجل مع بيار ميديخ حتى هي مسكينه تلاقى مع الريال وهذاك بادو والزاكي الا قعدوا تصبروا عليهم راه غير يقادوا الامور ما غاديش نشوفوا دابا يعطينا شي اثمار دابا شتي مار دابا غادي نزيد خمس سنين وربع سنين ولاعبين وغادي نفرحوا في قلوبنا هذاك بادو والزاكي بو شعيب وحسن عندهم مع كل شيء الرياضه والسياسه وهذاك الشيء اللي ما قدروش يديروه الدول الكبيره بو شعيب قادر يديره وهذيك ميريكان واخا تشوفها كره هانيه راه ما عندها حتى شي حاجه هذيك ما عندها حتى شي معالقه مع الدولات ولا شي حاجه
هذيك باغا لهنا. حتى داك الشعب ديالها كاع يعني راه ما باغيش يتبع شي حاجه ديال الغرب، يعني باغي يمشي مع الرواسه. كون جبرت كانت عندي طياره نقطعهم شي عندهم البحر ونقدر نقول لهم عاد كلمه تيطيحوا الكوار. واخا وقد هي طياره ماليزيا؟ قال لك راه طاحت في وسط البحر ما عرفت فين. شي كوكب اخر؟ نو نو الله اعلم. قالك الطيارات طاحت في البحر. حق باش هادشي كتسميها للعالم كامل. الزيادة هاد العام فيها وفيها، وحسن اش يقول عليها؟ خويا الزيادة ديال الحليب أنا ما تفهمتش ليا كاع بالزربة، خلطوا وزادوا فيها صباح نعاد أصبح كلشي زايد. والبقرة تشوف فيها اللي شفتها تري 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 تري. وهاد الزيادة ما دارش ليا أنا هنا. هما كيزيدوا وحنا كنطيحوا. اوكي تبارك الله على حسن، تبارك الله على بوشعير، تبارك الله على كاع الناس اللي ساهموا عن قرب ولا عن بعد في صوت الفيلانج، كنشكرهم من هذا المنبر. التحقوا بنا مباشره في هذا البلاطو ديال ساعه قبل الفطور وفي هذه الحلقه الاخرى مباشره. معنا طاليس عبد العالي المهار ومعنا رشيد رفيق، مرحبا بكم من جديد. مرحبا الله فيك. صافا تكلميتو شويه من بعد ديك تكلمينا واش انا كنضربوا يدينا راه ضاربين يدينا الحمد لله خدمتكم ضاربين يدينا انت اللي ضاربين فيك رمضان كامل سيد شحال يخدم معنا عطير. مرحبا سيدي. مرحبا بكم. الله يبارك فيكم. مبروك عواشركم، مبروك العيد. كدوز العيد في كازا ياك؟ لا في تمارا. كنشكركم بزاف على هذا البرنامج صراحه اللي كتجيبوا ساعه قبل الفطور، يعني دوك المواطنين تيكونوا بشي شكل كيدخلوا واحد الساعه قبل الفطور كديروا معاهم المزيان، يعني شكرا بزاف وتبارك الله عليكم صراحه اللي يحطيكم. حنا كنتوانسوا بهم وتا هما كيجيبوا بينا الفطور. هذا الشيء اللي كاين. هذا الشيء اللي عبد العالي كيفاش كدوز العيد ديالك؟ تندوزو مع العائله بخير. عادي بخير الحمد لله. دولي لنا شويه على دوك لي كابسول اللي دوزناهم في رمضان كامل ديال فكاهيات. فكاهيات كبروا معنا، كيفاش كتخدموا؟ كاين طريقه زوينه جديده في المونتاج وهذا. دابا هو انا بغيت نشكر قناه ميديان لان عطوا واحد الفرصه للشباب، لان بزاف ديال الدراري عندهم هذه الموهبه ديال انهم يديروا لي سكيتش ويهضروا على مواضيع اجتماعيه، ولكن ما تلقاوش يعني ما تتمدش لهم ديك اليد المساعده باش يبينوا الموهبه اللي عندهم وداك الشيء. فملي جات هذه الفقره ديال الميديا قررنا اننا نجمعوا واحد المجموعه ديال الشباب اللي عندهم هاد المواهب وتيقلبوا على الفرصه. درنا واحد الورشه ديال الكتابه اللي كتبوا فيها مجموعين يعني يعاونوا بعضياتهم على لي كاك وداك الشيء وعلى المواضيع باش ما يكونش عندنا تقريبا نفس المواضيع تتعاود عند كل شيء. ومن بعد بغينا ندير واحد الستيل في الاخراج ديالهم، يعني يكون ماشي ضروري يكون الجمهور غير هما، ولكن باش ما يكونش داك الشيء ثقيل ما يجيش غير واقف بوحدو تيهضر، حاولنا يكون داك الشيء شويه ريتمي فهمتيني. فوالا هذا هو. سيد رفيق تبارك الله عليك، من بين احسن الفكاهين الشباب دابا اللي كاينين في المغرب، لعبتي على برا ولا مازال؟ لعبت في فرنسا. شاف فرنسا وفرنسا تشكات منه صراحه. تصورتي حدا لا تور ايفيل ضروري بطبيعه الحال، الا مشيتي لديك لا خصك تشوف المناطق بحال قلتي دابا شي واحد باش كيهود الكازا تمشي حدا الجامع تمشي تصور مع الحمام. الحمام كذا ومشي العمالات الى حد الدرا وهذا المشي. انت عندك مع الفرونسي رشيد؟ سا سباس بيان ستوري اكس جويو عيد. خصك تسول واحد السؤال جويو زافيريكس، علاش حبسوه في المطار كاع لي زارتيست اللي مشاو؟ قول لي السؤال، قول لي السؤال. انا قلت لك المهم حبسوه. حبسوه كاع لي زارتيست دازو. فوالا سدونيك سدونيك انت غادي يقول لي واحد السؤال خصني نطرحه لك. اه شنو هو السؤال؟ المهم لي زارتيست كلهم دازوا بقاو بدو البوليس. وقفوك في المطار، علاش وقفوك في المطار؟ نشرح لك. دوك الناس تبارك الله ما كثرت ما واصلين كيقراوا الانسان في وجهه، انا شويه كنت مخلوع ما عرفتش. كتقول اول مره غتمشي لاوروبا جاتني في شكل فهمتي. كنت انا وكنت كان معايا اسامه كان لا ماشي اسامه، كان معايا حمزه الفيلالي وكنت ودريس ومهدي وباسو. داز دريس دزت انا من وراه، داز دريس ترونكيل دزت انا من وراه، يجبد لي واحد لاباراي وتقول لي حطي يدك هنا. قلت لها واش البوس ولا لا؟ قالت لي تيسكو فيغونش لي دوني في لا زوغيز. قلت لها كوا؟ قالت لي لو فيغيز شي. قلت لها اوكي بحال هكا. وانا نحط انا حطيت صبعي الصغير، قالت لي لا راه الحاس القدره ولا ما عرفت قتال القمله. هما كاين لو بوس ولو ماجور في فرنسا، حنا كنقولوا لي الحاس صغير وعاقر. لا قتال القمله هذاك. صافي ما فهمتهاش. عاد بعد عاد جا حمزه الله يجازيه بخير الله يدخلو بخير. هز مع الفرنساويه. هز مع الفرنساويه نقض الموقف. انا عندي مع اللونجلي هاو دو ريدو بليز هاو دو ريدو. فوالا جا قال لها فوالا حنا راه ايكيب وهذا راه جينا نديرو. وداز القضيه بسلام. داز القضيه الحمد لله. كيفاش كتخدم على النويطه انت يا رشيد رفيق؟ كيفاش كتخدم على لافان؟ حيت كاين شي
شي كلمات اللي انت اخترعتيهم او اول مره انا نسمعهم سمعتهم عندك مثلا ديال مثلا ما عرفتش ملي كتقول شي حاجه بلديه بلدي كتقول كاونتري يس 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 اوف كورس لاس فيغاس بحال داك داك الكاوري اللي جات واش اول مره سمعتها عندك هذاك الكاوري انا نعطيك مثلا على اترياس واحد الكاوري ما كثرتش معاش في المغرب جا البرد ويقول لهم بليز هاو دو ريدو هاو دو ريدو هاو دو ريدو هذا هذا هادو من الوسط اللي تنعيش فيه يعني عندنا حنا واحد الكارشي الناس اللي فيها كاملين باش جايين باش دايرين يعني كل شيء تبارك الله ما توقف معايا يعطيك كاك جوج ديال كاك يعني من تما كيتكونوا هاد الكلمات دونك ولا تدرب الاصدقاء ديالك كيتعاونوا معاك شويه في الكتابه ولا في الافكار طبيعه الحال عطير على ذكر ترجمه شنو وجدتي لنا اليوم غادي نمشيو عند عبد العالي اللي فات مات الى شبعت الكرش ليا ولا لراشيد لراشيد كتقول الى شبعت الكرش كتقول راس غني ولي جابوا الليل يديه النار لا عين شافت لا قلبي وجع لا مصران تقرع المطاب السكر ما تصاب يلا نمشيو للفرنساويه سيري il vol du poème il vol du poème il vol du poème هذه راه بدارجه شو باش نزر نقربكم شي واحد انت باش تعجبني كتجي مبريباري ومن الدار فهمتي il compte la cohère من خارج الحروف سليم il vol du poème يلا رشيد يلا سير وراك قلت لي ما عرفت غير لي القرايه ابي الحمزه ابي الحمزه فلا ما كاينش فول الفول جوج معاني كاينه الاخرى ماشي صفر كيطير ماشي صفر كيطير من المقلى مع المقلى عاوده كيطير من المقلى من المقلى عندي شي وحده اخرى مره الثانيه لا لا دابا للصديق الصديق ديال الصديق الصديق ديال الصديق يلا كاين صديق واخا سي كيس كيل تو مونك لو نو une bague monseigneur qu'est-ce qu'il te manque اسمح لي عطيه ترجمه حرفيه ابلاتي انا بغيت شي من الارشيف تبارك الله بغيت رشيد رفيق يقراها بعدا يلا زيد معلم لا ما تتطيطيحناش في هذا المستوى ما فيش قول رشيد عاود ليا باش qu'est-ce qu'il te manque qu'est-ce qu'il te manque le nu le nu معلم une bague une bague monseigneur سميتها qu'est-ce qu'il te manque qu'est-ce que tu manques le oui oui اش خاصك العريان خاتمه مولاك اه لي برافو رشيد برافو واخا نوجدوا لك مونك لو نو اون باغ مونسيغ شوفوا هنا شي انا كنقتنص واحد الكلمه قلتي درنا ورشه فلأول مرة كنسمع أن الشباب بدأوا كيتجمعوا مع بعضهم وكيشتغلوا شنو الإضافة النوعية اللي زادت الفكاهة عند الشباب بهالطريقه هذه زعما الورشه شنو الاضافه ديالها على هذا العمل الجماعي اللي كتكلموا عليه دابا هو احنا زعما يد وحده ما تتصفقش ولكن ملي تيكون الجروب تقدر تصفق تقدر ماشي تصفق دير بزاف ديال الحوايج دونك سكيتش ولا سبيكتاكل ولا كابسول ولا مسلسل ولا فيلم الى تعاونوا عليه بزاف الناس اكيد راي ماشي بحال بزاف ديال الاراء وكل واحد كي سيرتو ان هاد لي جون كل واحد له ستيل ديالو كل واحد عنده الضحك ديالو كل واحد عنده العالم ديالو دونك هادوك تنحاولوا ما امكن في هذيك الورشه اننا يعني نقربوا دوك العوالم يعني باش 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 عوض ما نفرقوا الجهد نجمعوه ولا هذا هو الهدف ديال الورشه ماشي كتهضر بالعوالم وهذا ميسي خواطر خواطر وفرائق عندي واحد المثل بغيت سي عطير يكملوا لي الا كان ممكن قال لك اللي ما عنده سيدو عنده لله لا عنده ديفيدو دي في دي عنده سيدي اللي ما عنده سيدي هادي عندنا واحد المنطقة واحد المنطقة عندنا في كازا كتسمى بليزات اتاك زيد سافو دير كوا ليزات اتاك خاصك تعرفها خاصك تعرفها ولد كازا فكر في هادي وخذ لي طيايا حتى هي واحد المنطقة خارج كازا خيايطة هادوك زيد خيايطة انا الاخرين ليزات اتاك خاصك تعرفها اتاك شنو هي بالفرنسي؟ هي اتاكي هي توجه لشي حاجه بالفرنسي واجهه الهجمه الهجمه
برافو الى رمعتي شي حاجه تقسمها معايا لا لا غيدبر عليا هذا مرحبا الى امتي مجده لنا شي حاجه اهداءات وقيله اللي مجده هو طبعا كنشكر بزاف المشاهدين اللي كيتابعونا كيتابعوا البرنامج كان وفي لي طيله هذا الشهر وتابعونا على صفحات الفيسبوك وعلى موقع ميدي ان تي في بزاف تحياتهم كانت بزاف بمناسبه العيد طلبوا يشوفوا رفيق طلبوا يشوفوا الكوميديين طلبوا يشوفوا بوشعيب وحسن طلبوا بزاف لان نختصر عليكم انا داكشي بزاف شهيره من النرويج لمياء من العراق ساره من فرنسا هناء من مصر ايمان من كازا اليس نهاد طنجاويه عبد القادر من بركان شطي من مصر ساميه اللي تحرق لها البيض شكون ثاني باش ما نسيت شي حد من سيمون من ليمونج صافي باش ما نطولش عليكم بزاف عندنا صور نتمنى فلاري يجي يحطهم لنا نشوفهم صم بور صم بلو حضاونا في الوينات عندهم عائلي صراحة على الألوان اللي تلبسوا ديديكاس السينج قبل الفطور هذه الحاجة زغيب مريم هذه واقع مريم كنشكرك على هذه الصورة الجميلة حاجة زغيب وشكرا على وفائك للبرنامج وشكرا لجميع المشاهدين اللي كيتبعونا طروة ديال الطاس عندك شكل ديال الكرة صراحة الطاس كفريق أهداف وأحب فريق الطاس ديال الحي المهمة محمد كانت فرقة جميلة أنا ذاك دابا الحمد لله باقا كما كتعرف بعض المشاكل شكرا لهم طبعا شكرا على الصور بأي شكل قدمونا سواء بالكاريكاتير أو بقلم الرصاص أو كذا بأي حاجة إنسان ما دار هكا وما بدل هذا المجهود إلا وأنه صدقا وفعلا كيبغيك باي طريقه كانت فهو كيعبر نتوما كتعرفونا شويه وكاين حنا ما كنعرفوكمش ولكن نتوما عزاز علينا بزاف وكنحبوكم وكاين واحد السيد كيحبنا وصف لنا واحد لا ديديكاس ماشي من المغرب من المغرب الكبير شوفوا شكون السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كل العام والجميع بالف خير الى الاخوه الاشقاء في المغرب الشقيق وفي ليبيا وفي كل المغرب الكبير نهنيكم بمناسبه عيد الفطر المبارك اعاده الله علينا وعليكم وعلى الامه الاسلاميه بالخير واليمن والبركات ميلود العمروني من بنغازي تبارك الله على ميلود راه عزيز بزاف كذلك هو ولد الدار تحيه لكاع الليبيين والمغاربه اللي كيتفرجوا فينا شكرا بزاف نخلي لكم اخر كلمه عندكم نص النظاظر تقريبا ممكن ندير واحد القضيه انت تعطي نظاظرك لرشيد لا ما كنشوفش مزيان فاش نقدروا نوليو هو كيشوف مزيان لا هو واكل الدق زعما عينيه داكور ما بيناش صافي نمشيو حنا صافي ورانا باش نركبوا باش نمشيو لكازا تجي انا عندي واحد صراحه تبارك الله عليكم اخت عند الاستاذ الطريقه باش كيوصل لينا الرساله كنبغي نشكرك بزاف من هذا المنبر الطريقه باش كدوي على الشباب شكرا بزاف الاخ عطير كنشكرك بزاف استاذه قلت لي ما تقوليش لي في الكواليس قلت لي قولي لي الاخت شنو ما قلتي في الكواليس قلت لي في الكواليس ما تقوليش لي استاذه قلت لي قولي لي الاخت عادي يعني كنشكرك بزاف يعني على كيفاش انت عندك فقره سميتها رمضانيات استاذ عنده فقره سميتها روحانيات كاينه فقره سميتها فكاهيات الاخ كيضرب مره علاش ما تعطيهوش فقره سميتها الصناعيات ولا الدوده ممكن زين المهم ممكن المهم هو المشاركه رمضان مبارك سعيد للجميع تبارك الله عليكم غادي نتوحشوكم عيد مبارك سعيد للجميع الله يدخلوا لكم الصحه والسلامه وطول العمر الله يجعل بنا في المراويات المراويات نخزنوا حتى العام الجاي ان شاء الله شكرا رشيد رفيقيات وطاليسيات ان شاء الله بالتوفيقيات تبارك الله عليكم حنا نديروا فاصليات ومن بعد راكم عارفين نواصل طيفان واي واي واي
يا اسم محمد ايوه ايوه ونطلع الجبال ونشوف الشلحات ايوه ايوه ونشوفوا السماء وتشوف النوزات ايوه ايوه ونزين وطرافه ولد الفاميله ايوه ايوه ونزين وطرافه مول العينين ايوه ايوه ونطلع الجبال ونشوف الشلحات ايوه ايوه ونشوفوا السماء وتشوف النوزات ايوه ايوه وعدك شي جود على زعيني ايوه ايوه وعدك جاي تبارك الله عليكم اسيانا تبارك الله الله يودي الله يودي راكم غزالين تبارك الله عليك تبارك الله عليك انت يا إلى ضحكتي وشختي ومشطتي وشطحتي انا جاي من النرويج رانا مغربيه جاي من النرويج دكتور نازي حسينا بك دكتور نازي عجبوني عجبوني تبارك الله حرك الكتيفات شويه لا انت حرك يوم الضحك ما فيها باس مرحبا عطير انت ما حسيتش بالصيف درت والو ياك كنت عليه شي سطح جماك دير بحال الجبنه ياك ما فحال والو نديروها من هنا الاخر ديال ليميس خليكم معنا خليكم معنا دابا نعطيكم الكود الكود ديال من دار لدار مع الفنان المتعلق حمزه الفلالي من دابا شويه نتلاقاو معاه نربطوا معاه الاتصال غتحتاجوا الكود والكود اليوم هو التاريخ الاسلامي الكود اليوم ديال من دار لدار هو التاريخ الاسلامي دونك خليكم معنا وترقبوا حمزه الفلالي وعقلوا على التاريخ الاسلامي اللي هو الكود نرجعوا عند عبيده الطرب سيدنا تبارك الله عليكم ما خليتو لنا ما نقولوا برافو عليكم قبلوا علينا وصل ما كانش يمكننا نلقاو احسن منكم نكونوا خفاف على الجمهور المشاهد الكريم لان احنا غير جوج العناصر وبهذه المناسبه كنبلغ لكم التحيه ديال باقي العناصر اللي معنا في المجموعه كيبلغوكم السلام هضروا معنا وقالوا لنا سلموا على دوك الناس وقولوا لهم عيدكم مبارك سعيد من هنا الخريبقة من هنا حتى الخريبقة حتى الاولاد عبدو مرحبا سيدي دوي ولينا على لي ديو بعض المرات كديروا تعاملات مع فنانين اخرين عندهم ولا كيديروا الوان موسيقيه واحده اخرى ياك فالمجموعات بغينا نخرجوا شويه من عبيده الطرب ان نفتحوا على موسيقى واحده اخرى وحاولنا باش نقربوا حتى الموسيقى العالميه ان كان عندنا واحد الفيزيو مع واحد الفرقه من شيكاغو تيديروا جاز وكان عندنا مع فرقه من المغرب ديال الفنار اللي كان من هذا المنبر هذوك نعطيهم التحيه وكاين واحد ديو مع الفنان عصام كمال جميل تو اللي قريب ان شاء الله غيكون في الاسواق ان شاء الله في ان شاء الله لان هذا الايقاع ديال عبيده الطرب كيتماشى مع جميع الايقاعات لانه هو في الشكل ديالو اللي كنخدموا به ايقاع ثلاثي مستدير يعني جميع الايقاعات اللي كتكون ريتمي كتخدم مع الايقاع ديال عبيده الطرب وان شاء الله كاين شي حاجه جديده مع شي افارقه ان شاء الله ان شاء الله شي افارقه مزيان خليكم معنا عبيده الطرب دابا غادي ندوزو للدكتور ناجي الامجد وواحد الموضوع اللي وجد لنا اليوم ما كاينش الجينكل تفضل مباشره دكتور ناجي مع روحانيات الموضوع هو حب الرسول ففي هذه الاجواء اللي كنا فيها بهيجه نفكروا شكون السبب ديال فرحه العيد ديالنا هو الرسول صلى الله عليه وسلم نشوفوا الفيديو اللي عندنا وفي نفس الوقت أنا غادي نعلق هذا فرح بالرسول صلى الله عليه وسلم بالإناء اللي كان كيشرب فيه والاستقبال اللي تخصص في الشيشان لهذا الإناء هذا ديال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كانوا هادو العجم اللي ما كيتكلموش العربية وما وصلتهمش العربية ككل وتيحاولوا يفهموا معاني القرآن وكيفضلوا انهم يحفظوا القران ولو ما فاهمينش المعاني نشوفوا اشنو عملوا بهذا الاثر الرائع ديال الرسول صلى الله عليه وسلم هذه كلها محبه وهذا كله اخلاص وهذا كله وفاء فنسالوا انفسنا نحن العرب واش فعلا كنحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم واش كنفكروا في حب الرسول صلى الله عليه وسلم اذا كان هو حبيب الله ومحبوبه هو اول المسلمين وامير الانبياء وأفضل الرسل وخاتم المرسلين صلوات الله تعالى عليه تقول فيه الله تعالى هو الذي
عفوا هو الذي أدبه ربه فأحسن تأديبه وجمله وكمله، كيقول فيه الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما، وكيقول فيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا الرسول في ناحيته كلها باش يكون عندنا هذا رمضان بين يدينا ونعرفوا كيف نصومه ونعرفوا ديننا ونعرفوا نتعبدوا الله عز وجل، وهو اللي تعب من أجل هذه الليلة الموعودة ليلة القدر اللي هي خير من ألف شهر. هذا الرسول حياته كلها فناها في شكر لله عز وجل. كانت كتقول له عائشة لما البكاء أو على ما البكاء يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، كيقول لها هو أفلا أكون عبدا شكورا. إذن علمنا نعمة الشكر، علمنا مقام الشكر، وعلمنا مقام الإحسان في التعامل مع الخلق ككل. كيقول فيه الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فتصور الرسول صلى الله عليه وسلم هو حريص عليك، حريص عليك تدخل للجنة، حريص عليك ما تحيدش على الصراط المستقيم، حريص عليك غدا يوم القيامة غادي يقول أمتي أمتي أمتي، فهل أنت من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ هذا رمضان أديان للرسول صلى الله عليه وسلم، علم الصحابة كيف يصوموه وتنزلت عليه كل الصور أو معظم الصور في هذه الليلة الرائعة. فإن أحدث فيك رمضان تغييرا فالفضل كل الفضل لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نذكره أو نذكره ولو خارج الصلوات، ورب كرمه بالتشهد دائما كنذكره صورة في يعني في التشهد كنذكره اسم الرسول صلى الله عليه وسلم ونصلي عليه. أجعله إذن هذا التشهد أو الرسول صلى الله عليه وسلم اجعله قدوتك النابضة الناطقة المنيرة المضيئة في حياتك، وفي كل ما تجي تصوم فكر في أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو البوابة اللي أعطاك الله تعالى للجنة، فاقتدي به وحطه مقام أمامك وحطه قدوة أمامك، وتفكر الرسول كذلك صلى الله عليه وسلم في هذه الست من شوال اللي غادي تصومها إن شاء الله، خصوصا بعد رمضان ابتداء من اليوم الثاني من شوال. نتمنى شبابي الأعزاء أنكم تعيدوا النظر في صورتكم للرسول صلى الله عليه وسلم، في نظرتكم للرسول صلى الله عليه وسلم، افتخروا به وافتخروا به كثير، وغادي تلقوا بأن فعلا فعلا أحسنتم الاختيار وأحسنتم القدوة صلى الله عليك يا رسول الله. ونتمنى ما نكونش طولت على السادة المشاهدين، ونتمنى كل هذه الأيام اللي قضيتها معكم تقبلوها وتدعوا معنا لما تذكرونا وذكروا الفريق ككل. شكرا لكم مرة أخرى وعيدكم مبارك سعيد. اللهم امين. شكرا بزاف لك دكتور نجي امجد، والله يخليك لينا، الله يخليك لينا، دائما هكا منور وكتنورنا بالمعلومات ديالك، وان شاء الله اي واحد كيتفرج فينا ولا كيتفرج في ميديان تي في يتصل بك بطريقه او باخرى باش تفيده وتعطيه الاجوبه على التساؤلات الدينيه والدنيويه اللي عنده. نربطوا الاتصال دابا مع حمزه الفيلالي ونذكروا معاه شويه ونباركوا ليه في العواشر. عيد مبارك سعيد اخويا حمزه فيلالي. الله يحفظك، الله ينورك، الله يخطيكم عليا، ومبروك عيدكم، الله يدخل عليكم. انا لبست حوايج العيد، لبست صافي. مبروك عليك اخويا، بالصحة. الله ينوركم والله يخليكم لينا فريمون، والله العظيم انا عاود نقولها لكم اليوم، جو سوي فريمون فيغ انني معكم في هذه ليكيب، ونتمنى ان شاء الله ديما نبقاو متألقين كما كل عام الحمد لله. تبارك الله عليك. دابا في مدينة السعيدية غندعي معكم شي دعوة يا ربي تخليكم ديما الفوق الفوق من حدوتي ودن دابا، الله يخطيكم عليا. حمزة فيلالي راك بوغوس ضرب حطه. الله يعزك الزين، الله حافظك، الله حافظك. حنا فهمتي شويه ديال التواضع، فهمتيني شويه، فهمتيني فيسك هذه شي 3 سنين ويا عندي معايا شي اصدقاء بغاو يسلموا عليك اخويا حمزه. فين حمزه؟ شكون عبد العالي؟ البنيه. عبد العالي جات الفرصه، جات الفرصه، شوف ما تسلم عليا ما نسلم عليك. شي فلوس واقيلا انا كتسل لي الفلوس ديالي. عرفت هذا نداء البوزو بعدك اسامه خويا. بوزوباع المنتج ديالي يصيفط لي فلوسي الله يرحم لك والديك. دري واقف. شوف اسامه حبيبي، بغيت نقول واحد الحاجه فريمون بالزربه بالزربه. بغيت نشكر بزاف عبد العالي المهر. عبد العالي المهر سي فغي كو الناس ما كيشوفوش هو بزاف، ولكن زعما شنو كيدير في الخفاء كبير بزاف. هو اللي كتب سبيكتاكل معايا انا ديالي، كتب سبيكتاكل مع ايكو، كتب سبيكتاكل مع حسن الفد، مع الاستاذ ديالنا حسن الفد، كتب الكوبل العام اللي فات مع حسن الفد. يعني فريمون كيستاهل كل خير ويستاهل فريمون يكون. انا ما بغيتش هذيك وليتي سيريو بزاف. لا راه واقفين العواشر هذه.
صافي يلا فهم راسك بيني وبين وحيد الشابو جينا قدرنا الدوره فهم راسك حمزه غادي نتوحشوك بزاف اخويا تبارك الله عليك من دار لدار حتى اليوم غادي تربح لهم راسك احنا واقفين دابا راه جامعين حوايجنا راه جامعين حوايجنا نساليو ان شاء الله من الفطور نشدو الطريق ان شاء الله كل واحد يمشي لدارو ان شاء الله اخويا نعاودو نشوفوك في ميدي ان سي في ونشوفوك في السبيكتاكل ديالك نتلاقاو معاك دابا شويه بغيت نسلم بزاف اسامه قبل ما تمشي الله يحفظك بغيت نشكر بزاف دكتور ناجي وبغيت نقول ليه الله يخطيك علينا الله يخليك لينا انت منور يا حمزه والله الا احبك في الله تبارك الله عليك بارك الله فيك حمزه الله يخليك فيه الله يخطيك شكرا حمزه تلاح حبيبي تلاح تبارك الله عليك زين خلطات علينا ضيفه جديده وانيقه وظريفه مرحبا بك شنو سميتك زوينه سميتك زوينه قولي الاسم ديالك هضري خلع ما بغيتش شنو الاسم ديال إلام سميتها جوري جوري غزيوله مرحبا بك التلبسه ديالها انيقه مرحبا الغياض سير على الله مرحبا بالسي عثمان تبارك الله على عليك تبارك الله على سي عقيل تبارك الله على رشيد رفيع تبارك الله على باريس كنبغي نشكر كاع ليكيب عطيني جوج دقائق ماكسيموم كنشكر كاع ليكيب كنشكر كاع الناس اللي عاونونا عن قرب ولا عن بعد في انجاز وعلاش لا انجاح هذا البرنامج كنشكر الدراري ديال ميدي ان تي في الشداد كنشكر شكليطه حتى هو ما عرفش شكون هو كنشكر اجامه كنشكر عادي كنشكر عبد الرزاق عبد الرزاق اس اثنان بجوجهم تبارك الله عليهم دوميري وكذلك بوراس كنتمنى لهشام عبد الرحيم المخرج ديال البرنامج الشفاء العاجل تبارك الله عليه جات واحد لاغريب كنسلموا عليه كنشكر الحسن مريم مبارك تبارك الله عليها ديما ايفيكاس جبت لنا واحد المشيشه سميتها فضيله كنشكر فتح الله هشام عبد الرزاق مهدي تبارك الله عليه كاع ليكيب تا هما في طنجه وجامعته هو كنسلم عليه غيجي فينال كنسلم عليهم ترافيك وخا سميتهم ترافيك ناس ملاح ناس معقولين في طنجه المهم الاشهار لا كومونيكاسيون فضيله طه برافو عليها حتى هي عزيزه علينا وكتجيب الضيوف كنت انستاليهم رشيد رفيق طاليس كنشكر امين كنشكر سبيكا اللقب ديالو هو نو بروبليم كطلب منه شي حاجه كيحضرها عليك كاينه الحاجه لطيفه الماكياج ليلى اللي لبساتنا وكساتنا هي ستيليست ديالنا شاكير يونس المونتاج شاكير فوالا سمحوا لي الناس اللي نسيتهم ولا انبغي شو انتم واحد الحاجه مازال غيجي في الاخر اش قول مازال غيجي اجيو معنا مشاهدين واحد اجامه الا ممكن يجي زعما علي الا ممكن يجي عبد الرزاق الا ممكن يجي اجي عبك سميتو اجيو يلا وصلنا اجيو انتم اللي صنعتوا هذا الحلقه اجيو مرحبا بكم اجيو خصكم تبانوا ضروري دكتور نجي عبد الجد تبارك الله عليك راك ديما زاز الهام وعزيز سنتيا المهم كل نقول بزاف ديال الحاجات الزوينه عليك تبارك الله عليك ما بغيت نشكرك لان انت اللي لعبتي الدور الرئيس فهاد 30 يوم قبلوا عليا وبذلتي مجهود وتنشكرك على تواضعك وتنشكرك على اخلاصك وعلى تفانيك وحتى انت كنتي مريض ومريض ومريض وحضرتي وما تغيبتيش وكنفتخر انني اشتغلت معاك ومع سي عطير ومع هذا واجب هذا واجب وكنشكر نبيل العريبي اللي ما عمره ما كيتقلق واخا كنتنرفزو شويه وكنديبوردي وسمح لينا نبيل العريبي رئيس التحرير برافو عليك وسمحوا لينا الا نسينا شي واحد ميدي ان تي في كاملين ديسكونكتاش كامل اسامه انا كنشكر جميع العائلات لا ديالي انا ولا ديالك انت ولا ديال الهام ولا ديال ناجي الامجد جميع الاسر اللي تحملاتنا حنا كنغيبوا عليها شهر كامل فتحيه لكل الاسر اللي تحملت الغياب لاول مره بحالها ديالي انا وديال الهام فتحيه لكل الاسر دخلوا تبارك الله عليكم بزاف تبارك الله على عبيد الرما حسن طاليس رشيد رفيق الغياط معنا عثمان تبارك الله عليكم تحيه بزاف هلا وحمدي اجيو لك دخلوا حزه